السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم جايكم تحدي جديد. التحدي اللي راح كان نكون نحط في البنزين ونعبي للناس بدون ما يذبحونا. التحدي هذا راح يكون فيه فلوس، اللي يوصل اكثر بالتاكسي هو الفايز. فراح تشوفون ايش راح يصير باذن الله. ان المقطع يجيبكم اللي علينا، ناخذ سياره، طبعا تاكسي ولا مو بتاكسي، اي سياره، ونوصل ناس، نضرب لهم بوري، نوصل ناس غريبين كذا بالجيم. فهل بتضبط معنا هل لا؟ راح تشوفون الاشياء اللي صارت. وقبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناه اذا كنتم مشتركين، والله يسعدكم جميعا. حطوا كوتشوب في اس ال لانه خلاص بيبدا السيزون، واللي بيشتري باتل باس يعني ضبطونا كذا في اس ال ثلاث حروف لا تنسون. المقطع ان شاء الله انه بيعجبكم، ونبغى نشوف دعمكم الرهيب كذا. اي واحد يشوف المقطع عجبه لايك، ما عجبك ديسلايك، خليك مع المقطع. كل واحد مدينه. انا بنزل بنزل هنا جزاعه كذا. طيب اصبر دقيقه، دور لك اي تاكسي انت واللي يوصل اكثر هو هذا. راح مكان عادي ولا وش؟ وصل بس اذا ركب معك واحد تحسب لك نقطه. الله شوف الزمن يعني هنا بس نحاول. هلا بجاني تاكسي. وي شلون؟ قلت ها؟ شلون بالسيارة شنقلت؟ طعم الرقصة اللي تقهر او الاغنية. او في ناس هنا يسبحون بالسيارة في البحر، ايش فيه؟ اتوقع يركب معي. والله شوف انا عندي ناس هنا بعد كثير اتوقع. سويت هذا طالب. لا لا، شيء لفيت انا. ما ادري والله زبدة، عندي ناس اثنين معرقين. يا سوت انت فريزي. اي كنت ابغى هجون. اوكي. اعطاني اعطاني مسكت. الله ياخذه. اطلع متك احد عنده قنبلة عسكري. ما اروح انا. الله ياخذه يا ارقص عنده ما يفهم. يا لا بدك سوره. اي ابوي حتى اذا واحد ما عرفش بدي اركب. الاغنيه توتر. طيب قاعد تسمعها؟ غير لا صح انت ما عندك غير. اتحداك 100 دولار اخلوك. سلوك. يس الحمد لله. يس 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 القم اثنين بعد القم القم يو نيفر جيف اب يا شباب. ارقموا معي ثانيه يا ساتر. ماس فلاش. لا تذبح لا 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 يا كري. والله كفو. اركب تكفى. ايش في ذا كري؟ يقول خوي انزل. اركب. لا انزل، كيف بيسوقون فيك؟ انزل. شفت؟ والله اني افهم. يا ساتر. ها الكم افريكي. لا موت. ادخل داخل. يا ساتر يا عمري يا اللي صار. اصبر لا تسحب علي. ايش في ذا كري؟ يا ولد تخيل مو بتيم يسلوك. تخيل والله ما تدري، يمكن ما ادري. لا مستحيل. لا سلمي سلمي كريم. لا اسحبوا على اهلك. طيب خذوني معاكم. ها قاعد يهيل يا طيب. طلق كيف فوق شافني يا اخي لا تسحب. هو يمين خوي قاعد يهيل ولا لا؟ هو اللي يسوق خوي. لا تطلق بذبحك. اذبحك انت به. لا يا اخي يقهرون والله العظيم. ضبطت افضل تضبيط. بيدس طب صندوق خلص بنزين. بيدس يسلم انت. يا رب ما يذبح. لا هذه لا ما في. لا ما عندي. خلصوا والله الحقكم. والله ما خليكم. والله سويت الشيء المستحيل انا صراحه. والله جد غريب اول جيم زي كذا اسمع صوت. ما شاب لكم والله ما خليكم. بيمجد طلق فوق. هل يجون؟ وقف حس انك غدر فيك فاهم. والله ياخذ طلع عشان ياخذ ثانيه. والله لا اخذ ثلاث. اصبروا استقعد الوضع.
ما فيها بنزين. خذ وراك في علبة. بحاول أركب مع واحد. أتوقع أقدر. يمينك يمينك واحد طلع. دار دار دار. بتطفى. خذني معك. تكفى بس. تكفى خذني معك تكفى. جا جا. كم معه؟ ما كم معه. لا سلوه. تهض. سمعت صوت انا بس سمعتها سمعتها انا 1-0 مالي دخل. لا لا غش والله العظيم كملت كملت صملت انا. يا ساتر ايش سويت وانت كيف خليت افرق؟ والله قمت اضرب بوري حركت بوري حرك يا ابوي حركت ام ام انا بين فايك ام قاعد تفوتهم. ناوي يسلبني والله شطفته. شايف اللي يوصل بتاكسي له نقطتين. لا تسلم لا تسلم لا تسلم لا ياخذ بليسك داخل بيته داخل بيته تكسير جي عندي عندي محطة. وقف 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 هلا يا أبي. لا 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 يجحف لك كلكم طعم الجحف له. ودى الهيل ودى الهيل ايه بدي ادي هذه يقطع ام الجحفله. اعطاك موارد لا امي رح رح بنزين بعد شوي. لا ايوه لا ما لي دخل ما لي دخل يا سملي. يلا الحين فاصله اذا فاز بياخذ 20 دولار يا رب ما يفوز يا رب ما يفوز يا ساتر والله ما توقعت اقسم بالله. ترقت سياره عندي جي جي جيك 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 سلم وش شو هلا ابي تعالوا هلا جراند اوت جراند ايش فيه خل نجي خل نشوف تعال تعال ما معي سياره طا مرني فيه هنا تعال طيب اعي كسر درايف ما تكسر كل شيء. لا لا ودمجته عمري بلا بطيح بطيح بس مت انا مت بس 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 موارد صفر بس القم يلا نكمل هدي الحين والله اني ما ادري شيك 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 طير ابي اضرح يا عمري الله هرب ام التحدي ربي يستر استر يا ستار اصبر لا 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 هذا مش بصد يا ود بقى الكفر حقي زرفته زرفته هو معي اح اذا مستقيع 20 دولار يلا يعني التحدي حس مستحيل يا تسوي تحدي يا 20 دولار حقت الفوز طم لك جيجي وراك يعشقه لا تحدي ولا خلصنا شيء بس انه كان متعة صراحة الاشياء اللي صارت والله متعة والله صح